النهاردة معادنا مع واحد من أكبر الألغاز بتاريخ البشرية. محدش قدر يحل اللغز ده لحد دلوقتي، لما سفينة كاملة بتختفي كأن البحر انشق وبلعها، وبعد كده وبدون أي مقدمات تظهر لينا تاني كأن البحر مرة تانية ينشق ويخرجها لنا. اتفاجئت صح؟ طيب لو قلتلك إن مش ده هو لغزنا النهاردة، اللغز في اللي البحارة لقوه جوه السفينة اللي لقوه رعبهم وصدمهم جدا. وعلشان نعرف الحكاية بالتفصيل يبقى فنجان القهوة بتاعنا ونطفي الأنوار علشان نتكلم عن لغز سفينة الأشباح ماري سيليست بعد الانترو البسيط بتاعنا. قصتنا بتبتدي سنة 1972 لما كان قبطان من البحارة بيبحر بسفينته فجأة وبدون أي مقدمات. تظهر قدامه سفينة ضخمة جدا جاية عليه بسرعة كبيرة جدا جدا، علشان يترعب القبطان والبحارة بتوعه ويشغلوا صفارات الإنذار والتحذير للسفينة اللي ظهرت لهم من العدم، علشان لو اصطدمت بيهم السفينة هتدمرهم وتحولهم لأشلاء. بس مع كل صفارات الإنذار والتحذير دي لا حياة لمن تنادي. القبطان دون واللي كان اسمه ديفيد مورهاوس يمسك منظاره علشان عايز يعرف مين المجانين اللي بيتحركوا بالسفينة بالشكل ده، علشان يتصدم لما ما يشوفش أي واحد على السفينة، زي ما يكون اللي بيحركها بالشكل ده أشباح. ويجي المساعد بتاعه ويبص في المنظار، ولما يشوف كده يقول له ان دي سفينة الاشباح ماري سيليست اللي اختفت من فترة كبيرة، واللي بيأكد كلام المساعد بتاع القبطان ان السفينة فعلا ظهرت من العدم قدامهم. سفينة ماري سيليست اتبنت في كندا سنة 1861، وكان وقتها اسمها سفينة الامازون علشان حجمها الضخم، ومن ساعتها الحظ السيء معاها بكل وقت، لدرجة ان في رحلة السفينة الاولى واللي كانت بقيادة القبطان ماكيلان اصيب القبطان بمرض العضال وامراض اخرى غير معروفة، وينشر العدوى بين افراد الطاقم بتاعه، ويموت القبطان ماكيلان وعدد من الطاقم، وده كله بعد مرور 9 ايام بس من رحلة السفينة الاولى بشكل غريب. وبعد كده بتتوقف السفينة عن العمل، وده علشان نقص طاقمها وللبحث عن قبطان جديد، وفعلا يتكون طاقم جديد للسفينة. وبعد ما الطاقم الجديد بيتكون بتصطدم السفينة برصيف لجمع الأسماك بشكل غير مفهوم، كأن الرصيف ده ظهر من العدم. والسؤال هنا إزاي السفينة دي اصطدمت بيه؟ وعلشان المصائب بتلاحق السفينة ما بين أمراض غريبة، ويزيد الموضوع أكتر وأكتر بعمليات قتل لما فرد من طاقم البحارة بيتجنن ويهاجم زمايله ويقتل منهم 7 أفراد. وفي يوم السفينة بتتوجه لشاطئ بعيد، وده بسبب عاصفة، واتصابت السفينة بأضرار كبيرة جدا، لدرجة إن أصحاب وملاك السفينة قرروا إن هم يبيعوها كحطام من هول اللي شافوه من أحداث غريبة وغير مفهومة، لدرجة إن ما بيعديش شهر إلا وتحصل لهم مصيبة جديدة، علشان بعد كده بشهور بيشتريها واحد أمريكي ويغير اسمها لاسم ماري سيليست ويعمل تصليحات كتيرة فيها، وبدأ يدور على طاقم جديد. وطبعا محدش رضي مش بس إنه يشتغل في السفينة، لأ ده رفض مجرد إنه بس يدخلها علشان يستعين ببحارة أجانب من اللي ما بيصدقوش بالأساطير. ولما السفينة بدأت تشتغل لنقل الركاب والمدة 3 شهور، طبعا مفيش حد رضي يركب السفينة، الكل كان خايف يركبها، علشان يضطر راجل الأعمال الأمريكي يبيعها لبحار وراجل أعمال تاني اسمه بنجامين بريجز، علشان يبدأ بنجامين في عام 1872 أول رحلة لجنوة بإيطاليا، وكان معايا طاقم من 10 بحارة مع زوجته وبنته اللي كان عندها 2 سنين. والسفينة كانت محملة بشحنة كحول غالية جدا، وفجأة وبدون أي مقدمات السفينة بتختفي وما بتوصلش للمكان اللي المفروض تروح له، علشان تخرج فرق بحث كتيرة جدا تدور عليها، بس محدش لقالها أي أثر أو حتى لحطامها. وبعد شهر من اختفائها الغريب بدأ القبطان ديفيد مورهاوس يبحر بسفينته،
علشان يلاقيها فجأة زي ما اتكلمنا في أول الفيديو. ومش بس يلاقيها فجأة، ده يلاقيها فجأة وهي جاية عليه بسرعة جنونية وعلى وشك الاصطدام بيه. وبالرغم من انه شغل صفارات الانذار، بس سفينة ماري سيليست ما غيرتش طريقها وفضلت في طريقها ليه بنفس السرعة الجنونية، علشان يعرف القبطان وبحارته انها سفينة الاشباح المشهورة ماري سيليست اللي اختفت من فترة. والغريب ان السفينة لسه بتبحر ومفيش حد جواها، زي ما يكون اشباح هما اللي بيوجهوها. بس اللي هيلاقوه بعد كده الرعب اللي مش ممكن حد يتصوره هيتجسد قدامهم حرفيا. القبطان في آخر اللحظات قدر إنه يتفاداها، وبعت الطاقم بتاعه اللي قدر إنه يوقف السفينة ودخلوا جواها وفضلوا يدوروا على أي حد وما لقوش أي واحد. ومش بس كده، ده المرعب إن كل حاجة خاصة بلبس البحارة وممتلكاتهم موجودة بمكانها ومفيش أي أثر لعنف أو اعتداء. ومش بس كده، دول لقوا بقايا طعام دافي وصالح للأكل، ولقوا ملاحظات قبطان السفينة ماري سيليست اللي أبحر بيها، وكان آخر كلماته الجو سيء بشكل غير مفهوم ولا أرى شيء أمامي. وبالرغم من ده مفيش أي أثر على السفينة إنها تعرضت لعاصفة ولا حتى محاولة سرقة، لأنهم لقوا مقتنيات مالك السفينة من الذهب بمكانها. ومن هنا تبدأ النظريات المرعبة. نظرية بتقول إن السفينة اتعرضت للسرقة، وده مستحيل لأن القبطان مورهاوس لقى حاجة البحارة وكمان مقتنيات مالك السفينة وعيلته بمكانها. وتيجي نظرية تانية بتقول إن قبطان السفينة والطاقم بتاعه هربوا فقارب نجاة لما لاحظوا تسرب للكحول. وكمان النظرية دي مش صحيحة، لأن القبطان مورهاوس والطاقم بتاعه بعد البحث ما لقوش أي قارب نجاة ناقص، وكمان لما فحصوا براميل الكحول لقوها زي ما هي والكحول زي ما هو منقصي. وكمان زي ما قلنا قبل كده قوارب النجاة موجودة في مكانها، علشان النظريات بتزداد رعب. إنهم مثلا دخلوا في متاهة زمنية بمثلث برمودا لما قربت منه سفينة ماري سيليست. وكل ده يبقى السؤال زي ما هو، ايه اللي حصل لسفينة ماري سيليست وازاي اختفت ورجعت ظهرت تاني؟ ومحدش قدر يحل لغز اختفاء السفينة ولا حتى لغز رجوعها لحد دلوقتي.